بحبك ليه انت لا، انا بعزك ليه انت لا، انا بحبك ليه انت لا، انا بعزك ليه انت لا، وادي كده اهو كده كده اهو كده 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 الله يسامحك يا اللي في بالي لا 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 تعبتي قلبي يا غزال اجي يمين تيجي شمال تعبتي قلبي يا غزال اجي يمين تيجي غزال وادي كده اهو كده كده اهو كده 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 الله يسامحك يا اللي في بالي انا بحبك وغيرك انت كوثر لسه لهلا ما رجعت. اصلا انت مو اخذ عقلك الا هالمساله. قليلي هالمساله مرت عمي هي حرامه. لك العمى بعيونك العمى ما كنت تقدر تنسالي هالكلمات ان لك عبير واخوها يلي جايه من الارجنتين عزموها على الغداء. سمعنا انت. هاي الدنيا صارت المساء ضروري يعزموها على العشاء هلا مين بده يوصلها؟ ما بعرف من ايش خايف فرج الدنيا امان بعدين بسام بوصلها لباب البنايه. مين بسام؟ اخوها العبير. زاد انا مو خايف غير من هاد بسام، اسا كل يوم والتاني عازم لي اياهم على العشاء. ولك ما عم يعزمها لحالها، عم يعزمها هي ورفعات عبير. وليش عم يعزمهم؟ عم يدور على عروس. ها؟ شفتي شلون؟ عم يدور على عروس، شفت شو عم بقول امك؟ عم يدور على عروس. يا اخي ما معقول يفكر فيها لكوثر، كوثر مخطوبة إلك. حبيبي لو انت رحت عند البياع وقلت له شلي هالصفط الحلاوي على جنب لبينما ارجع من الشغل باخده معي بيقول لك لا ما انا مضطر يقول لي لا بخلي لك اياه على جنب بس اذا اجى واحد ثاني وقال له اعطيني هالصفط الحلاوي بيعطيها ولا ما بيعطيها احتمال يعطيها شفت شفت شلون احتمال ليش لانه صفط الحلاوي غطى عليه مزبوط مزبوط اما لو كان صفط الحلاوي من شال من عليه الغطى وهو ضايق منه ولندق وحده كان البياع ما بيقدر يبيعه لغيره مزبوط مزبوط افهمك كفايه لك شو دخلت كوثر بصفط الحلاوي؟ تعبتي قلبي يا غزال اجي يمين تيجي شمال تعبتي قلبي يا غزال اجي يمين تيجي شمال ودي كده هو ودي كده هو كده 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 الله يسامحك يا اللي في بالي انا بعزك ليه انت لا انا بحبك ليه انت لا ودي كده هو ودي كده هو روح انت ومرتك على الغرفة روح بدي احكي انا وخطيبتي اتنباع بالعزاء انت وياها جميل روح تعبتي قلبي يا غزال اجي يمين ايجي شمال تعبتي قلبي روحي نامي نحنا كمان رايحين ننام ايوه تعبتي قلبي يا غزال كنتوا بالسينما؟ لك لا فيلم فيديو وعم بيفرجيكم على افلام زحطة كمان شبك فراش شو زحطة ما زحطة فرجانا على الفيلم تبع بطولة العالم بالمفاكشة مو هو بطل العالم بالمفاكشة؟ عليه عضلات زنده مثل الحديد كتافه مثل كتاف جرين دايزر بيشبه الرجل العجيب اللي بس يعصب ان شاء الله قميص تبعه بس فرج ما بيلقى معك كفين عضلات رجليه منبهين مثل رجلين الحصان وشو شوفك بعضلات رجلي شلح شلح كمان المساله فيها شلح يا كوثر لك ايه شلح؟ شلح بس طلع على الحلبة ببطولة الأرجنتين بالملاكمة، مو هو بطل الأرجنتين بالملاكمة؟ فرجانا عصريت تبع مباراة الكأس، أما أحلى شغلة بالشريط يا فرار تبع شد الحبل، بتفقع من الضحك وفي شد حبل كمان لك ايه مو هو بطل بوينس آيرس بشد الحبل؟ ايه روحي عنا يا شلح البطل الله شد الحبل أساساً لعبة جماعية، ما بيقدر بيلعبها واحد لحاله لا فرج لحاله ليش عم يقول لك بفقع من الضحك شد عشرة كانوا عم بيكزوا عسنانهم إجا هو نتعة واحدة حر حر هرة عن إذنك أنا ماشي عود فرج سهراني لو كنتي مهتمة فيني ما كنتي بتحكي قدامي عن هذا بسام 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 شو بحري شو
حكيت معه؟ قولي بونجور. أبوك يا البونجور. كوثر موجودة؟ أنا كوثر. عم بمزح عم بمزح. تفضلي تفضلي. أهلا 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 بالرياضي. الحقيقة صيتك سبق. ما بعرف شو بدي إلا غير إنه أقدم لك نفسي جميل أبو كعوب. بسامنا. أهلا بسامو. هلا بسامو. يا هلا. أختي عبير. مادموزيل. مدامتي بوسينة عبدو الكلب. أهلا وسهلا. فرصة سعيدة مدام. بسبوس حبيبي أنت بتقدر تروح، الضيوف ما راح يتبعوا عليكي. لازم تروح لأنه أبوه كتير تعبان ولازم تشوفه. مبارح هو وراكد ورا كلب قام حصل له خير. مع السلامة مدام. عن إذنكم. بوسك حقي. سلامته البابا. ميرسي. عن إذنكم. جميلة أنا ما بتأخر، بحاول أرجع قبل ما تروحوا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا بسام بيك. تفضل ارتاح. اهلين جميل. الحقيقه اخبارك سبقتك اكيد من شان بطوله العالم بالمفاكشه. انا مفاكشه؟ لا مفاكشه ولا مصارعه ولا شد الحبل ولا مدافشه. ما شاء الله عليك مسبع الكارات برياضه. مو مخلي الرياضه تعتب عليك. طبعا طبعا الرياضه ضروريه للجسم. انت ما بتلعب شيء؟ ايه انا اللي بلعب. شو بتلعب؟ ايه بلعب بكل شيء بلعب. ابو كيروز احيط. ابوك يا اللعبه. عبورة يا ميت أهلا وسهلا. هيك يا جميل مالك حق تقلي. وبسام كمان أهلا وسهلا. كيفك؟ أهلا كوثر. كيفك؟ أنت كيفك؟ منيحة. تفضلي أهلا وسهلا. وينك لهلا؟ كنت عم ساوي مكياجي حلو؟ تاخدي العقل بسام. شو رأيك تشوف البلكونة اللي عندهم؟ جميل. ورجي على البلكونة. بلكونة؟ إيه ما في غير بلكون جارنا مغطى بالشوادر من كل جانب. بتقولي غرفة العمليات تبع البنتاغون. جميل فهمنا بقى. طلعوا على البلكون شربوا قهوة. في موضوع بيني وبين كوثر بدنا نحكي على رواق. بسام تعا معي تعا بسام. انت مو حابب تعرف شو بلعب؟ هلا بدي ورجيك شو بلعب. فوت لورجيك. خدوا راحتكم احكوا على ظريف. جميل ما كوثر. شو رأيك ببسام؟ شو يعني؟ من أي ناحية؟ شلون يعني من أي ناحية؟ لما بنت بتسأل رفيقتها شو رأيها بأخوها من أي ناحية بده يكون يعني؟ شو بعرفني؟ لا تخافي لا تخافي، بيكون عم يشرح له شلون فكش غريمه. طيب شو رأيك تروحي على الأرجنتين؟ فكرة. بكرة بس نتزوج أنا وفرج بنعمل شهر العسل بالأرجنتين. لا ما شو حوبة، لسه بتقلي منروح أنا وفرج. إلا بسام بتقلي منروح أنا وفرج. هلأ شو بدنا بفرج؟ شلون شو بدنا بفرج؟ بدك يعني روح لحالي. ايه انا بالشام يلا عارف دور لحالي. ضيع. لا ما شو غبيه. شلون لحالك؟ طبعا مو لحالك. انا وامي. معقول ما فهمتي؟ انتي وبسام جدبه وفرج. لسه بتقلي فرج. كلب وكمش عظمه. بسام بدل فرج. بسام بدل فرج؟ لا انا بحب ولا فرج. بدي افهم بس شو عاجبك بهذا فرج. منخاره مثل الباذنجانية ولا شفايفه مثل الطلامي. إيه ما بتشوفي وقت بيحكي شلون بيصفق؟ عبير انا بحبه لفرج حتى لو كان انفه مثل القتاية. سكري هالموضوع اجت امي. ايه عبورة عندنا. يا مرحبا يا مرحبا. نور اتفغى على الكهرباء. هي على الفاضي مشان ما لغمطك بالعبرة. اهلين تان. اهلين مامي. إيه شلون اخوك المغترب؟ امتى رح يرجع على الارجنتين؟ لكو على البلكون ما رح يرجع حتى يلاقي عروس. او شلون هنيك اوضاعه؟ ان شاء الله حالته مستورة. ايه شو مستورة؟ عنده 3 كازيات ومزرعة خير ومعمل بكرات محارم. كاغت ماما. كاغت عرفتها مالته اللي ما لها غير هالبضاعة. ايه هي ماشية هنيك. نادي له حتى نتعرف عليه. بسام يا بسام. ايوه. تعا طن بدها تتعرف عليك. تعا انا طنطك فردوس. تعا بدي اتعرف عليك. اهلا طنط. اهلا وسهلا. اهلا مدام فردوس. تعا تعال اتعرف عليك. مزبوط. الله يرضى عليك انت واخواتك ويجمعك بعروس هلا فورا على السريع. اهلين مدام. شكرا. شو في على ايديك؟ ما في شيء. غبره. وينه جميل؟ ما يجي يقعد معنا؟ هلا بيجي. عم يلملم شقف البلوك عن البلكون. وشو جاب شقف البلوك على البلكون؟
قال لي ما فيك تكسر 7 بلوكات بضربة واحدة. قلت له بقدر. على بتقدر وما بقدر وبتقدر وما بتقدر. قمت فرجيته. ايه قدرت. قدرت منين جبتوا البلوك؟ قال لي ما فيك تشيل 7 بلوكات من الحيط بدون ازميل. قلت له بقدر. على بتقدر وما بتقدر بتقدر وما بتقدر. قمت شلت 7 بلوكات. بس ولا يهمكن، بكره الصبح رح ابعت العمال يصلحوا الحيط. لا يكن لك فكرة. ولا يهمك بسام، اهلا وسهلا. اهلين عبورة. اهلين فيكي. رح ساوي لكم قهوة انا. اذا ما عملت مشكلة كبيرة اليوم معناته رح تنكسر الشربة براسي. الو جميل عم يحكي. جميل ايه فراج لحق حالك. هلا مو وقت التحقيق، رح يطير الصفات. ايه صفات الحلاوي اللي حكيت لي عنه. دفتنا 65 راس خيل وحلبة للتدريب، بالكازيات 40 عامل وعاملة، عندي 10 خطوط انتاج وناوي افتح مشاريع هون. وان شاء الله لقيت العروس. عم دور. كل ما عجبتنا وحدة بتطلع مخطوبة. شو عليه؟ تترك خطيبة كيف من كان ما رح يكون أحسن من بسام؟ بمين اتصلت؟ بفراج. اتصلت بفراج كوسار. اتصلت بفراج. اتصلت أمي بفراج. رجع اتصل فيه وقل له لا يجي. هي رنت رجله. فراج شبيك شوفي شو بصفات الحلاوة. في زبون جوا بده يخطب كوسار. شبك فايت محمود؟ جلسي لي قعدتك. مرت عمي انتي بدك تبطلي لي هالدواوين ولا بدي اخبص بفشتك؟ فكر بدي فش النية عشيتك. عيب عليك يا اخ، حسن ملابسك بس تحكي مع ستات. انت بالذات بتسكت ولا حرف احسن ما هرلك اسنانك. انت؟ وبفك النية تبعك كمان. انت؟ فرج ما بدخل عليها، هلا كسر 7 بلوكات على البلكون بفرض ضربة. شيلوا لي الترابيزات من هون وبعده من هون. قولي قولي استاذ بسام. استاذ بسام طول بالك، لا تحط عقلك بعقله. واشش هذا؟ انا واشش ولا انت بستين لسان وسبعين وش يا حربايه؟ لا تخافي يا مدام، انا ما رح اذيه بس رح فهمه انه ما بيطلع له معي. بسام الله يوفقك اتركه. بسام ارجعي لهونيك ارجعي. فراج روق روق حبيبي، بعرفك لما بتتحيوان. انا ما بروق الا اذا وقفتك عند حدك. اتصلوا فيني بالبناية وخبروني انه في عندكم ضجة هون بالشقة. على كل انا بعرف مين اللي اتصل، ما في غير هالكركمة اللي تحتنا. لا مو الكركمة وما ضروري تعرفي مين. هلا بدك تقلي ما في غيرها بيتصل. هلا هلا بدي اعرف شو عم يصير عندكم هون بالشقة. عم تعمروا شي بدون رخصة ولا عندكم شي خناقة؟ شوفت عينك عنا ضيوف. كنا عم نرحب فيهم. أهلين عمو أبو شقيب. كانوا فايقين بعدين ناموا. أنا بس ضلغطت. يعني أنتم متأكدين إنه ما كان عندكم ضجة؟ ولو طبعاً متأكدين، بس ما في غيرها هاي الكركمة بتفتري سيدي. لك ما الكركمة، ما الكركمة ما لها علاقة. فهمتك 100 مرة. ليك لهالشغلة قوم صح النوم. صح بدنك. وأنا هلا رح أتأكد بنفسي. الو مرحبا انا ابو شكيب. لك الشرطي. الشرطي الشرطي. ايه ما الدركي. انا رئيس المخفر ما شاويش الكراكون.
منيح اللي عرفتيني اخيرا لكان. هلا انت متاكده انه الضجه كانت من الشقه اللي فوقك؟ ايه متاكده يعني؟ طيب ماشي الحال. ايه مع السلامه. الجماعه عم يقولوا انه الشقه اللي عندكم هي اللي طلع منها الضجه. شفت بتضلها تفتري، ما حدا ساكن تحتنا غيره. يا حضره البوليس المحترم. عفوا عفوا، مين الاخ؟ ضيفنا الاستاذ بسام منعم مغترم بطل العالم بالمفاكشه. ايه شرفنا، اتفضل بقى قل لي شو كنتك تقول. نحنا كنا عم نرقص. شو المناسبه؟ قريبا عرس الاخ فرج على الانسه كوثر وعم نحتفل. ايه الف مبروك الف مبروك ان شاء الله. نحنا مبسوط، بس نحنا شو منريد غير انه يكون مواطن مبسوط. ايه بس ما ضروري دبكه. ليش شو بالراس الشرقي؟ ها نحن رقصنا على الخفيف. بس هاي البلوة اللي تحت، هلا ما عاد في الا هاي البلوة اللي تحت. مسكتوها وانتم فيها الشاد. انا قصدي اللي بلغوكم سمعهم قوي. يلي بده ياخذ راحته لا يسكن بهيك بنايات، يروح يسكن بدار عربي قد ما بدبس ما بيزعج حدا. انا شخصيا العرس بدي اعمله بدار عربي. ونحن معزومين؟ لا يا ابو شكيب، انت اول واحد. بس انا ما بضل اكبهك الا على الراسة. انت مقدود. يلا لا تغرسونا خاطركم. وانت بتقدر تفاكشني؟ الله اعلم. مر لعندي بكره على المخفر، اشرب لك كاسه شاي وخلينا نتفاكش. شو بده بهالصراحه ابو شكيب؟ لك ليش يا جميل؟ بعدين متشرف بمعرفته. لا مو قصة معرفة، بس يعني بدك تفكشه بدك تفكشه، لأنه إذا فكشك رح ياكل فلقة. الله يسامحك يا جميل. لك أنا لا بدي افكشه ولا شيء، بس مشان افتخر قدام الكل وأقول اتفاكشت أنا وبطل العالم بالمفاكشة. يلا خاطركم. راحت قوات الشرطة تعمكم من الخناقة. لا ما رح نتخانق. هات راسك لبوسه. وانت هات بوسي كمان. مرت عمي، امتى بدنا نساوي العرس مشان نعزم بسام وعبير؟ لك شو انا اللي بدي اتجوز؟ عندك كوثر تمحق منك إله. انا كل اللي بقوله فرج موافقه عليه. صحيح مثل ما بيقول البطل، لا تاخذ صاحب اللي بعد قتله. ولي لك شوفي 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 الشرطه نازلين من هون. شو صاير؟ مرتي مرتي تعبتي قلبي يا غزال. أريفيديتشي محروس. كوثر تعالي. لا ماما، أنا رايحة مشوار كتير ضروري، خلي عيونك على أغراض البيت. ليش شو بده يصير بأغراض البيت؟ لك كوثر شو بيعرفنا هدول عيونهم مو شبعانة. وليكن لك فكرة ماما. لا سكري الباب البراني، خلي أبو كيروس بس يجي إذا صار شي يولول. أنا إذا صار شي بحط أصابيع هيك وبولول. أنا اتصلت بفرج قلت له خليه يجي. بعان علي اتركك لحالك، فهمتي؟ مثل ما وصيتي. اتجاو. مادموزيل؟ يا مادموزيل؟ نعم؟ مادموزيل؟ ايوه؟ إذا بتريدي بدنا شي كرسيين نقعد عليهم لبين ما نشرب الشاي اللي بدك تساوي لنا اياه. اتفضلوا اقعدوا هون. لا معلش، اواعينا كلها شميمته وربل. معلش تفضلوا اقعدوا هون. شبك ما في غير ترفع الطاقية وتنزلها. شبك لا برا هيك بيعملوا، بدنا نحترموا الست هيك بشوف بالسينما. لك انت اصلا ما حدا نزع غير السينما، وبعدين هدول اللي بيرفعوها بيكون في تحته شعارات النشاطين. يمكن تكون صلعة. لك خلاص بس خلاص.
تفضلوا. الله يسلم الديات. الله يسلمون. الله يبعث لك ابن الحلال يا رب. مصيب؟ نعم. دايك شي شمينتو اللي عم يهر مني على الارض؟ لا، هر قد ما بدك. مطنظير؟ نعم. شي معلقة سكر زكاتي؟ تكرم. ولا إلي؟ نعم. حطيها. شو هاي؟ اصبعتي. لك شو عم تنخل؟ خلاك. لك انت محطوطك على الجبل. لك الفراية علي شو في؟ شو رأيك تاخذ الأم؟ الحمد لله الحمد لله كافينا، عنا وحدة ويلا قايمين فيها. لكن أقول لك أربعة. عم أقول لك عنا وحدة ويلا قايمين فيها. معلم هي مو أنت بتقوم فيها، هي اللي بتقوم فيك. بعدين إذا أخذتها بتغنى لولد الولد. ها هل هي عم تستنى لأجي أنا أتجوزها؟ لك إيه لك إيه، إذا أخذتها بتصير أحوالك فوق الريح. بعدين بيجي انا لعندك بخطب المطمزي منصير سعيد بيك وعبده بيك. شو رايك معلم؟ ايه قوم حاجتك عليك مصدي، خلينا نترزق. يا رب اصلا انت مالك مش كوثر. امك لعندك قال ما في حدا بالبيت. شو بقول لصبيعك؟ ما في شيء، ما شبه شيء. امبارح لما رحت من عندكم حسيت بشوية وجع، رحت على المستشفى صورتهم. ان شاء الله ما في كسور. لا ما في كسور، مشعارين تشعير بس. ايه انت امبارح ضروري تتحدى بسام، هو كسر 7 بلوكات، انت ضروري تكفي على الباقي. انا كسرت 10. عم ينقفوا علي تنقيس. ان شاء الله انا. بجيلي؟ وحطي اصبعتك فيها ولا اقول لك حطي اصابعك كلها. ولا لك 25 بلوكة على البلكون ضربة واحدة. بعرف. ايه قوم قوم. مو هلا مرت عمي، بس لحتى يجبروا ايدي. يلا صوت يا شطور، برافو. يلا. شوي شوي فرج. يلا. وهي اخر معلقة. يلا. دوري. ليش قصيت الطنجرة؟ لا لسه في اكثر من نصها. هذا ضامن صحن. لا بوجعك بطنك فرج. لا تخافي علي انا لسه ما شبعت، بعدين لا تهكلي هم بطني، انا بقدر اعبي بطني برميل رز وشوربة. تعال كأ كوسورة، ان شاء الله ايدي يضلوا مكسورين على طول عشان ضلني عم باكل من ايديكي. ايه كوسر قومي انتي ساوي الشاي، انا بلقمه الفرج. لا لا ما بدي ما بدي، شبعت. طعميتنا من خيرك، لا تحجنا لحدا غيرك دايمه. تمحي صبيلي كاسة تانية. ما بقى في شاي بالابريق. غليلي بريق تاني. هلا هلا. ولا ليه تعي 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 تعي.
وصليني على باب الحمام وافتحي لي، او الباقي انا بتكفل فيه. لك العريضه بتعرف ايديك مكسورين، حاجه تغب مايايا وشاي باق. يا سيد فرج تاخرنا بالحجز، ما لقيت حجز. يعني بكلام اخر ما بعرف، ما في قدامنا غير ناجل. لا سيدي ما بنأجل، انا لامتى بدي ضلني عريس مع وقف التنفيذ؟ طيب شو الحل؟ ما بعرف، بدي العرس يكون نهار الخميس. لا خميس عن خميس ما بتفرق، ما عم تقدر تستنى لك جمعة أخرى. يا ستي أنا بتفرق معي، معير على الخميس، يعني بكرة، إذا نهار الجمعة الصبح ما كنت متجوز كوثر بفقع. سيد فرج، تحمل لك هالأسبوع. شلون؟ صار لك طول هالعمر مدبر حالك، يدبر حالك هالجمعة. أنا تيس، ما بفهم. العرس الخميس يعني الخميس. ولك تيس تيس ما اختلفنا، والعرس الخميس. بس وين؟ هون. هون وين بده يسع العالم هون؟ مو مهم العالم، بلا ما نجيب طبل وزمر، المهم أنا أتجوز. بس في ناس ما بنقدر ما نعزمهم. معناها بلا حفلة، بنعمل الحفلة بعدين. أنا حجزت شاليه على شط البحر مشان نعمل شهر العسل. لازم من بكرة نبلش. هلا طقت، احترقت، ما عاد يمشي الحال إلا هذا الخميس. ما بعرف. أنا إذا ما تجوزت هالخميس تفلت زنبركاتي، أنا قنبلة موقوتة معير على هالخميس. لا تخاف، بجيب لك مهندس ألغام. بفقع فيكي وفيه. لك خلص خلص عم نمزح، الخميس الخميس، لك تمحي منك إلى شو أنا اللي بدي أتجوز. شو بيعرفك أنت؟ عم قل لك شاليشي بيطير العقل، تحتك بحر وفوقك حرش. يمينك هرج ويسارك مر. حلو. مو بس هيك لك، مو بس حلو، حسن وسمن وغمازات والشامي عنبر على الخد. نيالة. مو بس نيالي، خضرة ومي ووجب حسن. غرطو وش فردك انا؟ هيك قالوا لي لما اتصلت مشان احجزها. بتشم لك شوية هوا نقي. ما بدي شم جنسه للهوا احسن ما اكل هوا. اول ما رح اوصل رح تربط البواب كلها وسكر الشبابيك وتحش تحت البواب جرايد مشان ما حدا يشوفني. اخذ معي اكل بكفيني شهرين. لك اخي اذا بدك تروح وتربط البواب خليك هون احسن لك، هون في كونديشن، ابوك الكونديشن. الي مشان كل شوي حماتي تدق علي الباب. لك انا بدبر لك شقه، حماتك ما تعرف طريقك ابدا. ما اقتنعت، اذا ما دقت حماتك عليك الباب بيجوا ليهنوك ما بيخلوك تتهنى، وما فينك تصدهم لانه بيزعلوا بعدين. هون بكفيك زمامير السيارات. لك اخي شو دخل زمامير السيارات؟ فهمني. شو مفكر الشغله حيلا؟ هي شغله بدها تركيز. لك اخي شو تركيز وما تركيز؟ انت تاني انا قلي رفيق من زمان كان بيشتغل بالمطحنه، طفران، اتجوز فيها لانه ما عنده بيت وما في الا بيبز ولاد، صار عنده شي 13 ولد. 13 ولد؟ بالمطحنه؟ ابصر كيف جايبهم هاد. كيف بدي اجيبهم يعني؟ صارت الساعة 12 ونص، لإمتى بدنا نستنى؟ هلا بنتأخر بنضيع بالحرشة. محروس؟ يا أخي وينك يا محروس؟ وينك لهلا؟ صرنا ساعة ناطرينك، اقعد اشوف اقعد. قلي شو استأجرت الشبح 600 اس اف اخ القى قط از ام مع سائق؟ لأنه بدي اتهنى كل الطريق. صار له ساعة تحت. يعني أبو كيروس؟ لك شو عادك هون انت؟ خرطوش فردك انا. روح روح ساعد امك مزين، روح على راسي على راسي. طير نيالك العافية. مرت عمي ايدك ايدك لبوسة، الدعاء بدنا الدعاء بخاطركم. رايحة معكم. ما في داعي مرت عمي، الستمية شبح اس اس اف ام اطقز ناطرتنا تحت.
رايحة معكم علادية. علادية يا حلالي ويا مالي ويا ربعي.